لأجل تدفق عال ومستقر وضمان جودة خدمات أكثر عصرانة وحدثة. تقوم مؤسسة اتصالات الجزائر بتعميم استخدام الألياف البصرية بكل أحياء العاصمة، وهو المشروع الذي انطلقت في أشغاله المؤسسات المناولة ب17 موقعاً على مستوى بلديات العاصمة. نخلق في شبكة جديدة أساسية اللي بها يفوتوا هذه الألياف البصرية، اللي منها رايحين نمدوا للمواطنين اللي كان عندهم تليفون تاع النحاس باش نبالونس باسكوليهم على لا فيبر اوبتيك كما رايحين نزيدوا نشوفوا دوكا عند المواطنين. على مستوى العاصمه، العصرنه رقم واحد حسب تعليمات السيد الوزير والسيد المدير العام هي اننا كامل الناس اللي راهم في التي دي ام بالتقريب هنايا في الجزائر الوسط 63 الف مشترك راهم على التي دي ام، يعني بين قوسين اللي يسموهم 021 رايحين كامل يجوزوا اون 044. دونك هادو كامل رايحين يجوزوا على الالياف البصريه. فيما يخص العاصمه كامل في تقريب واحد 260 250 الف مشترك اللي راحوا يستفادوا من هذه الخدمه. عمليه دقيقه جدا شبيهه تماما بالعمليات الجراحيه يقوم بها هؤلاء المهندسون من اجل وضع اللمسات الاخيره لوصل المواطنين بالشبكه الجديده. الكيب المجموعه اللي كانت برا تسودي في جوان، الان وصلنا عند الزبون. لهدفنا الكبير والاساسي والاوحد هو لو ساتيسفير، يعني كي نلحقوا نلقاو كان كليون ب 8 ميجا تلحقوا 8 ميجا، 4 ميجا تلحقوا 4 ميجا، 8 ميجا تلحقوا 8 ميجا. دونك هذا هو لو توب، هذا هو المستوى لاتصالات الجزائر. مشروع نموذجي لهذه التكنولوجيا سيمكن ما يفوق 200 ألف مشترك من خدمات عالية للأنترنت كمرحلة أولى قبل نقل هذا الاستثمار الأقل تكلفة والأكثر ربحاً إلى ولايات أخرى من الوطن. من بعد ما كان جاء في الجوان تاع الأوبتيك خذينا أنسول برا يدخل سكون أبل هذه لافيتي، يعني أبارتي دو سات إيكيبمون باسيف نقدروا نخرجوا 8 مشتركين منها.